النشاط اللي كتلاحظوا معنا الان هو خاص بالمسرح الارتجالي، وكيجي في اطار الايام الثقافيه اللي كتنظمها داخليتي ثانويه المنصوره الذهبيه التاهيليه وثانويه اقل اعداديه. النشاط كان من الضروري اننا نجيو نحضروا فيه ونأطروه بسبب واحد، هو انه الحاجه اللي ضرت مثل هذه الانشطه وإحياء الحياه المدرسيه في الاقسام الداخليه اللي كتغير فيها بواحد الشكل كبير، خصوصا هنا في المدينه الاقليميه بطاطا. اذا النشاط كما قلت كيهم هذه الفئه ديال التلاميذ، هذه الفئه ديال التلاميذ اللي هي الان واحد المرحله عمريه اللي محتاجه للتأطير، محتاجه للمواكبه، ومحتاجه انها تنخرط في مثل الانشطه. تبارك الله غير الحدود الان هنايا كنظن انه مجموعه ديال المواهب اللي هي مغموره، وصراحه خاص المواكبه ديالها الدائمه من اجل انها تلقى الفرصه ديالها. التلاميذ تبارك الله كما قلت عطاو ما عندهم، ونتمنوا على انه في الحفل الختامي نكونوا خرجنا بواحد العمل اللي يبين القدرات ديال هاد التلاميذ.